كان على جميلة صبور أن تبين حقيقة علاقتها مع شقيق زوجها محمد المليان، فقد اتهمتها الزوجة الأولى لزوجها الهالك بأنها تقيم علاقة غير شرعية مع شقيق الراحل. قالت جميلة إنها لما توفي والد زوجها الذي كان يناديها ببنت الحلال، وبعد أن أقامت له في بيتها مراسيم الجنازة، كانت العلاقة قد تطورت بين الشاب محمد وابنها ابن شقيقه جابر. ولما لمست هشاشة الوضع المادي الذي كان يعيش فيه، اقترحت عليه أن يقيم في بيت صغير ملحق بالفيلا التي تسكنها في حي الرياض. كان شابا مستقيما، كان قد حصل قبيل وفاة والده بنحو 4 أشهر على الشهادة الجامعية في الطب. كان أمامه خياران، إما أن يسعى إلى ولوج ميدان العمل، أو أن يتابع دراسته ويتخصص في مجال من مجالات الطب. وقد سعى هو إلى إكمال الدراسة، وتقدم بعدة طلبات من أجل الحصول على منحة، ولكنه لم يتلقى جوابا لا من الجهات المغربية ولا من غيرها، غير أنه تلقى عروضا مختلفة من كليات طب في عدة بلدان أوروبية. وأثار اهتمامه عرض توصل به من مستشفى فيلجويف بباريس يتعلق بالتخصص في الطب النووي، ولكن العرض لم يكن يوفر منحة. قالت جميلة إن شقيق زوجها لم يحدثها في شأن ذلك العرض، وإنها اكتشفت الأمر صدفة لما جاء ساعي البريد يحمل برقية إلى محمد. كانت البرقية تقول إن أمامه أجل 8 أيام لتأكيد ترشحه لمتابعة التخصص. في المساء لما عاد أعطته جميلة البرقية، بدا وكأنه يخفي شيئا ما، وبعد حين قال إنه لا يتوفر على ما يسدد به نفقات التنقل إلى باريس والدراسة. قالت جميلة إن الشاب لما جاء في الصباح يداعب جابر الصغير كان يبدو عليه أنه أقل تشاؤما. بعد أيام علمت منه أنه أبرق إلى مستشفى فيلجويف مؤكدا ترشحه لمتابعة التخصص. جاء ذات يوم يبلغها بأنه سيسافر قريبا. قال إن والده قبل وفاته كان قد باع ما كان يملك وسلمه المال الذي حصل عليه لينفقه في الدراسة. قالت جميلة إنها خشيت أن يتأثر صغيرها جابر لفراق عمه، لعل الذي لم تقله أنها وقعت في حب الطبيب الشاب. قالت إنها تحلت بشجاعة استثنائية يوم عرضت عليه أن ترافقه إلى باريس مع ابنها جابر وأن تتحمل هي كل المصاريف. قالت إنها تريد لابنها وحيدها أن يبقى على صلة بعمه محمد. في الآن نفسه قالت جميلة إنها ستعمل على متابعة دراستها العليا في باريس. لم يستطع الطبيب الشاب إخفاء فرحته. بعد أيام كان الثلاثة في باريس. استأجرت شقة غير بعيدة عن مستشفى فيلجويف. تذكر جميلة أن الطبيب الشاب دعاها ذات يوم من عطلة أبريل إلى قضاء يوم كامل على ظهر إحدى البواخر النهرية التي تجوب المسالك المائية لباريس وضواحيها. كان على متن الباخرة أسر كثيرة، آباء وأمهات يرافقهم أطفالهم. في لحظة ما مرت بهما المضيفة، أعطت كل واحد منهما وردة. قالت إنها لم تصادف عاشقين أجمل منهما. مضت المضيفة إلى حال سبيلها. بدا محمد الطبيب الشاب وقد وجد فيما قالته المضيفة مدخلا إلى سؤال لم يطرحه من قبل. سألها عما يمنعها من الزواج. أضاف أن الطفل جابر يجب أن يكبر في ظل رجل يرعاه ويساهم في تربيته، لأن الأم وحدها لن تستطيع ذلك بمفردها. قالت إنها مستعدة للتضحية من أجل ابنها، لأن الزوج الذي قد تتزوجه لن يستطيع أن يحل محل والد الطفل. ربما لم تتوقع جميلة أن يضيف محمد شيئا آخر، ولكنه فاجأها. قال لها أولو كان الراغب في الزواج قريبا منها؟ زعمت أنها لم تفهم قصده. جلس على الكرسي المقابل لها وقال إنه حاول مرات أن يفاتحها في الأمر، وقد لاحظ تهربها، ولذلك
قرر اليوم أن يطلبها زوجة شرعية. قالت إنها حاولت أن تتذرع بفارق السن بينهما، ولكنه كان متمسكا بطلبه. ارتأت جميلة أن تستمهله أسبوعا لتستشير والدها، ولذلك عادت إلى المغرب تحمل ولدها وعرض الطبيب محمد المليان. سر والد جميلة بهذا الخبر، فقد كان يعلم أن محمد شاب يستوفي شروط الزوج المطلوب. في تلك الأيام استحضرت جميلة وعدها للأميرة الكويتية التي كانت برفقتها يوم أجليت من الكويت بينما كانت تزحف القوات الغازية لصدام حسين. كانت وعدتها باستشارتها فيما يتعلق بمستقبلها. اتصلت بها وعرضت عليها تفاصيل مشروع الزواج من شقيق زوجها الهالك. ردت الأميرة الكويتية بأنها ستطلعها على رأيها بعد 4 أيام. بعد أن انقضت المهلة اتصلت بها تبارك الزواج. علمت جميلة لاحقا أن الأميرة بعثت من يختبر حسن نية الطبيب محمد، إذ عرض عليه منصب مغري في الإمارات، ولكنه رفض واعتذر بأنه يريد الإشراف على تربية ابن أخ له يتيم. لما عادت جميلة إلى باريس كان محمد في الانتظار في المطار. سألها بإشارة منه، ابتسمت وأومأت برأسها أنها موافقة. لما تخطت مركز شرطة الحدود عانقها بحرارة، عانقها طويلا، وفي لحظة ما نطق جابر بابا بابا، كان نداء أخرجهما من حلمهما. باشر إجراءات توثيق زواجهما لدى القنصلية المغربية. أتم الدكتور محمد المليان تخصصه في الطب النووي، وأتمت جميلة دراستها العليا وعاد إلى المغرب. حقق مشروعهما الذي طالما حلما به وهما في فرنسا. فقد اشترت جميلة بناية صارت مصحة جابر المليان. كان العميد المروح ينصت باهتمام، وفي الآن نفسه يحيل كل المعلومات على ما في ذاكرته من ادعاءات مطلقة الوزير الراحل محمد المليان فائزة بازيد. عززت جميلة أقوالها بأن قدمت للباحث نسخا من كل وثائق الإثبات، وبشكل خاص نسخة من عقد زواجها من محمد المليان الأخ الأصغر للراحل محمد المليان. وقعت جميلة على المحضر وقد تمكنت من تصحيح الصورة المشوهة التي قدمتها عنها مطلقة زوجها الأول. انتقل العميد المروح لاستجواب الدكتور محمد المليان الذي قال إنه أخ غير شقيق لمحمد المليان. قال إنه الولد الوحيد لوالده من زوجته الثانية، كما أن الراحل كان ولده الوحيد من زوجته الأولى. في الأصل اسمه محمد، ولكن موظف الحالة المدنية الذي تولى تقييده في السجلات كتب اسم محمد، وبذلك صار هناك تطابق كامل في الاسمين. حكى الطبيب تفاصيل القطيعة بين والده وشقيقه، وقال إنها كانت بسبب تصرفات زوجة شقيقه الأولى، تلك التي رغم أنه طلقها منذ سنوات تحاول أن تنصب نفسها ضمن ورثته، بل إنها أقصت ورثة حقيقيين. قال إن والده حصل على نسخة من وثيقة الإراثة الزائفة، ولكنه مع ذلك رفض أن يقاضيها. كان يقول لما تعرف على أم جابر جميلة إن الله عوضه بالأحسن ببنت الحلال. أغلق المحضر وقدم العميد المروح المحضران إلى والي الأمن الذي طلب منه أن ينقلهما إلى الوكيل العام للملك، والذي بعد الاطلاع عليهما وعلى الوثائق المرفقة أمر بحفظ القضية. وهكذا أسدل الستار على قضية أرملة السفير. شكوى ضرتها السابقة انتهت نهاية فقاعة الصابون.